السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على هذا الموقع للأسف اللي كل شيء كيشرحه حاليا. هو جاب واحد الفكرة جديدة كالمواقع، يعني ماشي بحال المواقع الاخرين بحال ال سي تي ولا شار سبوت اللي شرحناهم وحذرناكم منهم شحال هذه انهم فقط عملية احتيال، لكن للأسف فأنت المسؤول يعني على أموالك. يعني حنا كنديروا اللي علينا وكنشرحوا وكنقول لكم شنو كاين شنو كاين. جميع هذه المواقع فهي تضرب وتخرج يعني وانت تبقى هو الضحيه. اوكي، العموم هذا الموقع جاب واحد الفكره جديده ومغايره على هذا المواقع الاخرين اللي تم نصبه واللي هي حذرناكم منهم، كما حتى في سكام ديفيزر راه عاطي بالخضر لانه كانه يقول لك ان النقاط فهي ثقه، لكن هذا لا يعتمد على ان الموقع هو موثوق. لا بالعكس، حنا غادي ما غنعتمدوش على سكام ديفيزر. انا فاش كنشوف السيت كنعتمد اشياء تقنيه وبزاف ديال الحوايج. اوكي، فنقول نشرحوا بعد السيت لانه بعض الناس ما عارفينش كيفاش كيخدم هذا الموقع. هذا الموقع انك كتدخل كتسجل فيه وكل شخص كيعطيك جوج، انك هذوك جوج الناس خصك انت تعطيهم 250 درهم. يعني انت دخلتي خصك تعطي الاخر 250 وهذا 250 وبعدها انت عاوتاني غادي يجيو ناس اخرين يعطوك 250 و250. فأين تكمن يعني الحبكة في الاحتيال؟ هو أنه عندما كيكون أنك كتدخل واحد الباقة أخرى، أو راه الاسم اللي كتصيفط له راه كيكون ديال موالين هذا الموقع هذا. يعني أنت مثلا دخلتي وعندك جوج الناس وتصيفط 250، راه غادي تصيفطها لصاحب الموقع وليس لشخص آخر، غير باش تعرفوا المعلومات. زائد واحد الحاجه هنا كيطمعوكم، كيقول لك مثلا 8 مضروبه في 1000، يعني كل باقه وفيها الثمن ديالها، وهنا في كيزيدوا يطمعوا الناس، وهنا في كتمشي لهم مبالغ كبيره. الا ما شدك في هذه شدك في هذه، يعني راه احتيال فيك. لهذا مثل هذه المواقع دائما اقول لكم يا اخواني الكرام ابتعدوا عنها. غير الا كنتي يعني انك كتشوف، حنا نقولوا هاد الشيء صحيح، كنتي كتشوف بشكل يعني جيد، تشوف فقط السيت كيفاش مصيب، فلا يعقل ان هذا الشخص اللي غيحتال راه على الاقل يصيب غير واحد السيت ب 10000 درهم ويصيبو افضل، ماشي انه مصيب سيت بورد بريس. يعني هذا شخص هو اللي مصيب هذا الشيء، ليس هناك اسم شركه، ليس هناك اي شيء، هذا فقط شخص. شوف حتى في الايميل واليوزر نيم هذه صغيره على الباسورد، شوف لوجين ما بيناش، ايميل كاين ايميل واحد سيبورت يعني، وديال الووردبريس هذا باين مصيب بالووردبريس ورخيص ومصيب بطريقه سهله. يعني هنا هذا الموقع فهو احتيالي مليون بالمية. نجيو سكام ديفيزر، بعض الناس كيثيقوا فيه وكيقول لك انه فاش كيعطي الثقه يعني راه اننا ممكن ندخلوا فيه. لا يا اخوان، موقع علاش عطى الثقه؟ لانه فيه سي سي ال، يعني هذا الشخص خلص عليه سي سي ال، يعني هاد اللي كتكون هنايا ها هي كونتاكت سيكوريتي، وخلص الاتش تي تي بي اس، وشاهد حتى الدومين راه هو كبير بزاف. فهنا فاش كتشوف انه هذا احتيالي مليون بالمية. الاشياء اللي هي ما بيناش صاحب الهوية الموقع، صاحب الهوية يعني انه غير موجود، التسمية ديالو ما مدايرهاش، نفس الخادم كياخذوا يعني نفس الموقع اللي كتحتاج كتاخذ في واحد الخادم مثلا في نايت شيب او في واحد شي بلايص اللي كيخلصوا عليهم مبالغ اللي هي بسيطه بزاف. الموقع يبيع منتجات مزيفه، يعني هاد باش تشوفوا سكام ديفيزر فهو كيعطيك فقط الاحتماليات، ما كيعطيكش انه داك الشيء اللي كيدير الموقع، لكن كيعطيك واحد الاحتماليات اللي انك تعتمد عليهم وتعرفوا هل هو موثوق ام لا. اوكي، الموقع هو احتيالي مليون بالمئة، اللي عنده شي فلوس يسحبها. ما عرفتش انا الطريقه كيفاش كيخدموا باش كيصيفطوا الفلوس، واش ربما انا كانوا باليو اس دي تي. اي موقع كيقول لك اننا كنتخلصوا باليو اس دي تي فاعلم انه احتيالي. راه نفس المواقع الاخرى اللي نصبت عليكم، ال سي تي، شارل سبوت، الكثير من المواقع درنا عليهم فيديوهات وحذرناكم منها مرارا وتكرارا، لكن للاسف نحن نعمل واجبنا وانتم يعني لو وصلكم هذا الفيديو فشاركوه مع الناس الاخرين، لانه باش ما يكونوش عرضه للاحتيال. والله يا اخواني بقى في الحال الناس تنصب عليهم مبالغ كبار، 10000 درهم، 20000 درهم، 30000 درهم، في مواقع اللي هي
باينه انها نصابه، يعني فقط تشوف هذا الموقع راه نصاب، يعني ما كاين حتى شي باينه. شوف حتى الصوره معدله، كل شيء معدل، يعني هذا موقع احتيالي، لا تثق فيه، لا تدخل اموالكم، لا ترموها في مهب الرياح. المرجو منكم مشاركه هذا الفيديو لكي تعم الفائده ونشر المعرفه كذلك. دمتم في امان الله.